الخلود للشهداء والهزيمة والعار للأعداء. مرحبا وسهلا بكم مرة ثانية منادلي ومنادلات الجبهة الشعبية تحت الساق الحمراء وادي ذهب في هذه الأمسية في هذا اللقاء الخاص مع الأخ والدبلوماسي الصحراوي والسفير الصحراوي بالمكلف في أوروبا والاتحاد الأوروبي الأخ أبي بشراي البشير. مرحبا وسهلا بك ومشكور على تحت هذه الفرصة لقاء منادلي ومنادلات الصحراويين. والأخ أبي البشير قطعا هو السفير الصحراوي مكلف الاتحاد الأوروبي وأوروبا ايضا سابقا هو سفير صحراوي بنيجيريا سابق ذاك مولي سفير صحراوي بجنوب افريقيا سابق ذاك تمثيليات باوروبا من هالهاي ولندن وغير ذلك قطعا عنه غني عن تعريف في هذا الجانب. اياك ندخل في صلب الموضوع شاكرينك مره ثانيه الاخ ابي بشراي وموضوع الحلقه الليله هو القضيه الصحراويه الوضع الراهن والتطورات. زين عندي الاخ ابي بشراي لانه كيف نعرف كاملين لانه في آونة السنوات الاخيره كانت نقلة نوعية فيما يتعلق بالقضية الصحراوية أعلنها قبضة منحة ثاني وكان تغير جذري حتى في تعاطي مع الأمم المتحدة ومع الاتحاد الأوروبي بادين نبدأها تقريبا من إذابة الجليد عن اتفاقية المشبوهة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب إلى قمة محاولة المغرب يعني اختراق الاتحاد الأفريقي والجولة الرحلة المكوكية اللي قام بها الرئيس الفرنسي في سنة 2016 نهاية وبداية 2017 لبعض دول إفريقيا من أجل يعني دعم النظام المغربي داخل الاتحاد الإفريقي. نمشي مالي مراحل يعني ومعارك كانت متينة منها قمة تيكاد 6 في مابوتو منها مالي قمة الأخيرة في تيكاد 7 في اليابان. إذن منها مالي أيضا نقطة كانت مهمة هي واقعة القرقرات اللي عرفت بعد ثاني وعرفت توجه ثاني. هذه مجموعة من النقاط وآخرها كان هو القرار الأخير لمجلس الأمن في أكتوبر والجلسة الخاصة بتسعة أبريل الماضي ومن بينهم كان يعني رد جبهة الشعبية تحت الساق الحمراء وادي ذهب في المؤتمر الخامس عشر اللي كانت رسالة واضحة من جبهة البوليساريو للمنتظم الدولي. هذه مجموعة من 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 مجموعة من الظواهر اللي عرفتها القضية الصحراوية مجموعة من يعني تحركات دبلوماسية صحراوية تجاه دبلوماسية الاحتلال إلا أنه زين عندنا وفي هذا الإطار بحكمك الأخ أبي كنت رئيس لجنة الوضع الراهن في مؤتمر الأخير للجبهة الشعبية تحت الساق الحمراء وادي ذهب. سؤال يعني باختصار هو ما هو تقييمكم للوضع الراهن على ضوء هذه النقاط وهذه القرارات خصوصا القرار الأخير لمجلس الأمن في أكتوبر وجلسة 9 أبريل وأيضا انتهاك المفوضية القرار المحكمة الأوروبية. مرحبا وسهلا مرة ثانية. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا يعني شكر رابطة حماية السجناء الصحراويين القابعين بسجون الاحتلال المغربي على الدعوة وشكرها أيضا على هذه المبادرة في تنظيم المبر الرمضاني اللي حقيقة فرصة حقيقية من أجل تبادل الآراء ومن أجل النقاش ومن أجل استغلال هذا الفضاء الإلكتروني من يعني باش يعود وسيله يعني اضافيه في ايدينا كاملين من اجل الدفاع عن القضيه. وبالمناسبه يعني حقيقه يعني هذه الحلقه وغيرها وهذه المبادره يعني مناسبه لتجديد العهد للمعتقلين وللسجناء السياسيين الصحراويين وايضا من خلالهم تجديد العهد لشهداء القضيه الوطنيه. بالنسبه يعني اللي اخترت يعني نتطرق معاكم الليله ما اخترت قبال تقريبا يعني نتوقف بياسر من التدقيق التطورات المحيطة بالقضية الوطنية على الاعتبار بأنها تقد تعود معروفة لياسر من الرجلي وخاصة بأنه الأخ سيدي محمد عمارة ممثل جبهة الأمم المتحدة قد عود تعرض لها يعني بشكل موسع في حلقة ماضية. ولكن اخترت على أني نستغل الفرصة من أجل تقديم شيء أشبه ما يكون إلى يعني ونرفلكسيون يعني محاولة لإثارة النقاش حول هذا المنعطف اللي تمر به القضية الوطنية الآن
وشن هي يعني الآفاق، ويعني شنو التصور في خارطة الطريق بطبيعة الحال بناء على مجمل المتغيرات ومجمل التطورات المحيطة بالقضية الوطنية. ويعني نبدأ يعني نقول على أنه يعني نحن الآن سنة يعني ربما يعني من يعني من اللي عدوا سنتين، ولكن خاصة يعني هذه السنة عقب قرار مجلس الأمن الدولي الأخير في أكتوبر اللي شكل يعني تراجع كبير عن الديناميكية اللي خلق كوهلر، وشكل يعني رجوع المربع الصفر فيما يتعلق باللي يقولوا الأمريكيين بزنس از يوجوال، لأنه كان ينقال لأنه مات للأمم المتحدة ومجلس الأمن مات لها متعامل مع القضية بالطريقة القديمة والتجديد الأوتوماتيكي لبعثة الأمم المتحدة إلى آخره، ولكن يعني قرار أكتوبر وضح لأنه خلق تراجع عن ذاك عن ذيك الديناميكية، وعلنا رجعنا للمربع الصفر والعدل سنوات حقيقة واضح بأنه ما موجود يعني ما خالق تطور على مستوى ملف التسوية على الإطلاق، وربما يعني لا يعني ما بقى قبال يعني هناك أمل في شيء يعني جدي في هذا الصدد. يعني نحن الآن يعني في علاقتنا مع الاحتلال تقريبا موجودين في وضع أشبه ما يكون بالوضع اللي كان محيط بالقضية سنة 1975، بمعنى أنه الاحتلال يعني في مرحلة التأسيس والتعبير عن موقف راديكالي يعني في حتى يعني نوع من الاحتقار للشعب الصحراوي، ونوع من يعني التصور بأنه يعني لا يعني بأنه غير يعني ما عنده القدرة على رفع التحدي، يعني كيف خلق تماما كيف خلق سنة يعني الخطأ الكبير اللي ارتكب الاحتلال سنة 75. المغرب الآن موجود في يعني على مستوى النظام هناك تفاقم يعني كبير في أزمة الشرعية بالنسبة للنظام، واللي تتغذى بطبيعة الحال من الأزمات المركبة اللي تعصف به خاصة اقتصادية، ولكن أيضا سياسية يعني على جميع المستويات، يسوب علاقته بالمجتمع المدني ويسوب هذا جو الانفتاح اللي أصبح مفتوح، اللي يصبح يعني المواطن المغربي والنخب المغربية والصحافة المغربية وبعض الفاعلين المغاربة اللي يطرحوا أسئلة جوهرية فيما يعني تمس حتى يعني موضوع شرعية النظام، اللي بالنهاية نحن يعني ما هو مشكلنا، احنا مشكلنا يعني هو الاحتلال كواقع. وبالتالي هذه أزمة الشرعية يعني تجعل عنه الاحتلال تضاعف حاجته في البحث عن موضوع الاحتلال للصحراء الغربية كطوق نجاة قدام هذه أزمة الشرعية، اللي أصلا نتذكر عنه سنة 1975 احتل الصحراء يعني اتخذ قراره يعني بهذا يعني الخطوه الاستعماريه والاحتلاليه العسكريه تجاه الصحراء الغربيه بسبب يعني ازمه الشرعيه اللي كانت قائمه عند الحسن الثاني اذاك، واللي عبرت عنها محاولات الاغتيال، واللي كان دخول مغامره الصحراء الغربيه يعني نوع من يعني تحييد الرأي العام المغربي عن ذيك الأزمات اللي خالقه، والزج بالجيش في متاهة يعني بعيدا عن مركز السلطة وبعيدا عن أي وإلهاء باللي الشيء اللي نعرفه كاملين. ولكن يعني الآن يعني يعني النظام المغربي لعاد يعني في الربيع العربي سنة 2011 يعني حاول التفاف على 20 فبراير وعلى الحراك اللي خلق في المغرب بعمليات يعني رتوش كوزمتيك في الدستور، يعني الان يعني حدث مجموعه من المتغيرات الاقليميه من حوالي يعني المغرب اللي يعني يعني تعطي الانطباع بانه حقيقه يعني لم يعد ممكن بانه المغرب يبقى يعني هو الاستثناء الوحيد من هذه القاعده، لانه تعرفوا تونس والمتغيرات اللي خلقت في تونس، وتعرفوا الجزائر والانبعاث يعني انبعاث الجزائر من جديد يعني والتغييرات العميقه اللي خلقت فيها، ويعني يعني استعادتها لدورها الاقليمي ودورها الدولي، ولكن ايضا الدرس الكبير يعني في المدنيه وفي الديمقراطيه اللي قدمت للعالم من خلال الحراك، ولكن ايضا من خلال يعني تاسيسها لهذه الدوله المدنيه الديمقراطيه اللي ماشيه يعني تكسب ثقة واحترام العالم، بالإضافة إلى باقي يعني الدول المتغيرات اللي تعرفوا فيها. يعني حقيقة المغرب ما يقد يتم استثناء أمام يعني هذا أمام هذا الوضع. وتعديل الدستور
بشكل يعني كوزمتيك مثل ممكن، وتعديله يعني بشكل حقيقي يؤدي الى يعني انتخاب، يؤدي الى التأسيس لديمقراطية حقيقية، ويؤدي الى يعني تقليص دور مركز السلطة كيف نعرفه. هذا في الحقيقة يعني قد يعود ما خالق هناك استعداد حقيقي بالنسبة لمركز السلطة في المغرب من اجل هذا، وبالتالي يتم التمسك بموضوع الصحراء الغربية والمغامرة الاستعمارية في الصحراء الغربية كطوق نجاة وحيد لتحييد الانظار عن هذه الازمات اللي موجودة ضريق تماما كيف كان خالق سنة 75. ولكن العنصر الثاني في هذا الموضوع بأنه هناك تصور خاطئ من جديد حقيقة، واستصغار قدرة الشعب الصحراوي على انها يعني على قلب هذه الموازين من جديد. يعني كيف شفنا هذه العنطريات اللي تظهر يعني من خلال سفير المغرب لدى الأمم المتحدة هلال، ولكن أيضا من خلال عناصر الخطاب الرسمي يعني المتطرف، واللي شكل يعني تراجع عن جميع هذه الالتزامات كاملة ويعبر عن غطرسة حقيقية، يعني وكأنه يعني في سياق جديد أنه جولة أسبوع، يعني في سياق جديدة لكن اللي عبر عن الحسنة الثانية سنة 75، ولكن في سياق جديد. المغرب بطبيعة الحال احتاج ل 17 سنة من الحرب الدامية اللي نعتوا له الصحراويين على انه الشعب الصحراوي هو الرقم الاصعب في هذه المعادله، وبانه ما يقد حد يقفز عليه على الاطلاق. يعني يحتاج ل 17 سنه باش يتخلى عن ذيك الفكره ويرجع الى طاوله التفاوض ويسلم الشعب الصحراوي بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. للاسف الشديد نوقف الان عقب يعني هذه السنوات كامله من محاوله تطبيق مخطط السلام بانه المغرب ما استوعب الدرس، واننا ما هو الا ربما بالتاكيد ان اصبحنا في حاجه ماسه ضروريه لسنوات اخرى، فتره اخرى من الحرب ومن المواجهه العسكريه باش يستوعب الدرس بشكل نهائي. المؤتمر 15 للجبهه كان واضح من خلال يعني التعبير عن هذه الرساله، ولكن ايضا رسائل الامين العام للجبهه ورئيس الجمهوريه للامين العام للامم المتحده والرئيس المجلس الامن الدولي يسوى اللي في يناير ويسوى اللي في فبراير ويسوى الرسائل الاخرى، يعني وضحت حقيقه يعني شنو هي عناصر الخطاب والموقف الوطني بهذا الخصوص بشكل ما تخلى يعني ما هم خلي لبسوا الاساسي منه بان لن نكون شركاء على الإطلاق أبداً في أي عملية يعني ما تقود إلى احترام حقنا في تقرير المصير وحقنا في الاستقلال وتطبيق ذلي الاتفاق الوحيد الموقع بين الطرفين اللي هو الاتفاق اللي يقود إلى استفتاء تقرير المصير. السؤال الآن اللي ينطرح بالنسبة ل يعني الرأي العام الوطني، وتعود تابعته يعني جزء من النقاش اللي موجود على شاشة التلفزيون الوطني الصحراوي بهذا الاتجاه، يعني ما العمل؟ يعني الحرب يعني كخيار بالتأكيد، يعني المؤتمر الشعبي العام 15 كان واضح في هذا الاتجاه، ولكن أيضا الأمين العام للجبهة يعني اللي كان واضح من خلال التأكيد بأنه الحرب هي ممر، وصلنا إلى الاستنتاج بأنه ممر إجباري من أجل تكريس حقوق شعبنا ومن أجل الرد على هذا التعنت المغربي وهذه الغطرسة المغربية، وأنه لابد بالتأكيد من عمل عسكري لكبح جماح يعني هذه التطلعات، يعني هذا التصور وهذه الأطروحات لهذه الغطرسة المغربية. أنت كيفاش بالتأكيد التطورات القادمة تقد تعود كفيلة بالإجابة عليها، ولكن يعني اللي خلق في القرقرات غشت سنة 2016 يعني وضح للعالم بأنه وقف إطلاق النار هش، ولأنه العاد حد مراهن عليه بأنه وضع قائم ووضع نهائي أراه رهانه خاسر، ولكن في نفس الوقت وضح للعدو ولكن وضح للصديق، ووضح أيضا للشعب الصحراوي مختلف نقاط تواجده أنه هذه الشحنة المعنوية لدى الصحراويين من أجل استئناف الكفاح المسلح ومن أجل التضحية من جديد من أجل إثبات حقوقنا الوطنية. نشوفوا كيفاش يعني المقاتلين وحتى المدنيين في النواحي العسكرية اللي كانت فيها منطقة القرقرات كيفاش السابقوا من أجل الالتحاق بالنواحي وقدموا إمكانياتهم وآلياتهم وسياراتهم بشكل اللي نعت حقيقة بأن الصحراويين عندهم استعداد دائم وأبدي من أجل رفع هذا التحدي، وإحنا يعني نواجهه حقيقة يعني كيف قلنا ونقوله مصاعد مع الشباب الصحراوي من أجل إقناعه
بمواصلة يعني هذا المسار اللي كنا ماشيين فيه اللي هو مسار التسوية السلمية واللي احنا الآن بصدد مراجعته. إذا موضوع العمل العسكري موضوع مفروغ منه، ولكن ما لازم يتم التعامل معه سينتريوريثا، يتم هضمه بشكل داخلي، كأنه الشيء اللي قودنا بنتيجة بأنه إلى ما خلق العمل العسكري والله ما حدا ما فات خلق العمل العسكري أراه ما خالقه. هذا يجعلنا بأن كأننا بقاو يدينا مكتوفين، نحاولوا لين تخلق اللحظة لا يتخلق بالتأكيد، ولكن يعني نبقاو مسكنين يدينا لين تخلق ذيك اللحظة. شك أنه هذا التصور اللي يعني نسمعوا شنو الرجل يتكلم بهذا الاتجاه، يعني يحول موضوع الحرب من عامل محرض يعني موبيليزادور الى عامل يعني يعلنها الناس، يعني كتف يدين الناس، بالتالي يعود ديس موبيليزادور بالنسبه للراي العام الوطني. ولكن بالعكس، في انتظار ذيك اللحظه لازم الجميع يضاعف جهده النضالي كلها من جانبه، من باب لأنه اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. لا نقدر نقول يا كانوا حديث نبوي شريف، لأنه شمن الفقهاء وشمن الشيوخ يقول لأنه حديث موضوع، ولكن شمن الناس يقول على أنه قول مأثور، ولكنه مهم حقيقة في رسم هذا يعني شكل التعامل اللي لازم نتعامله به الآن. لأنه في النهاية الحرب التحضير لها يعني ما هو عسكري فقط، بمعنى ما هي الذخيرة والجنود والآليات، ولكنه يعني أيضا التحضير السياسي للحرب، لأن كل ما اجتهدنا في هذا التحضير السياسي ونجحنا فيه ذاك اللي يتحكم في تحديد مدة ونتيجة المعركة على الأرض، بمعنى أننا نضيق الخناق سياسيا ونضيقه دبلوماسيا ونضيقه حقوقيا ونضيقه اقتصاديا إلى آخره، ونعدلوا عملية يعني وندزغاست عملية استهلاك في العدو، اللي باش عند منين نوصلوا لمرحلة المواجهة العسكرية تعود قدرته على المقاومة عسكريا قليلة، وبالتالي يتم إجباره على التسليم بالحقيقة الوطنية وبالوجود الوطني الصحراوي بسرعة. شن هي يعني عناصر هذا التحضير السياسي المطلوب في انتظار اللحظة اللي تكلمنا عنها، وهي لحظة المواجهة الجديدة؟ إذا بقينا نتمثلوها بشكل مجازي كيف الحصان اللي عنده يعني بأرجل أربعة، إذا تعطلت واحدة من الكرعين لا هي يتباطأ السير، وإذا تعطلوا ثنتين بالتأكيد لي يتوقف عن السير وبالتالي تتوقف المقاومة. ماني بتكلم عن عملية التحضير العسكرية لأن الموضوع آخر ومحسوم بالتأكيد، ولكن نتكلم عن هذه الأرجل الأربعة لهذا حصان التحضير السياسي لحظة المواجهة العسكرية. الرجل الأولى هي هذه اللي تتعلق بالانتفاضة، واللي تصور بأنه أغلب جمهور يعني هذه الحلقة الليلة من جمهورنا في المناضلين من مناضلاتنا من يعني في انتفاضة الاستقلال، يعني هذا الرجل المتعلق بالانتفاضة تأجيجها من جديد، ويعني استعادة روح 2005 وروح قديميزيك وروح إضراب لانثروطي وروح 6 مايو 2013 إلى آخره إلى آخره إلى آخره، أصبحت يعني مطلب جوهري ورئيسي من اجل يعني في هذا المربع اللي تكلمت عنه. الاحتلال يتصور عنه خلال السنوات الاخيره انتج الاجسام المضاده الكفيله بالتعامل مع الانتفاضه كظاهره، وبانه يعني حولها الى نزله رشح يعني نزله برد مزمنه، ولكن جماهير انتفاضه الاستقلال والطلائع اللي تقود المعارك بشكل يعني يومي، حقيقة تقودها بشكل يومي وتقودها في ظل تعزيزات أمنية يعني
خارقه بشكل يعني بشكل كبير، ويعني والقمع بعيدا عن اعين العالم، ولكنها الان مطالبه بانها تنتج الجرع يعني التعبويه والتنظيميه والاساليب والخطط اللي تنعت الاحتلال عنه مهما كان الانزال الامني. اعلنوا جماهير انتفاضه الاستقلال والشعب الصحراوي لاهي يفشل رهانه على انه انتج الاجسام المضاده، لانه في الحقيقه السلاح الفتاك بيد الشعب الصحراوي وبيد جماهير انتفاضه الاستقلال وبيدها علينا هذه المرحله وهذا المنعطف يعني نمر منه ونحن في افضل رواق في هذا الجانب. شباقي نقول بذلك يعني لأنه هذا اللي موجود في قلب كل صحراوي، ونقول لأنه في قلب كل صحراوي وربما يعود بدون استثناء من يعني الوطنية ومن التطلع إلى الاستقلال ومن الاعتزاز بالانتماء لهذا الشعب، هذا لازم ينعكس في الشوارع وينعكس في الساحات اللي موجودة تحت الاحتلال المغربي، والله اللي موجودة في مواجهة مع الاحتلال المغربي بشكل يوم. هذه واحدة من أهم النقاط من أجل تحضير لحظة المواجهة القادمة. وباقي نفتح قوسين هون في هذا موضوع الانتفاضة، هذا اللي يتعلق بموضوع الرأي العام المغربي. أنا دائما أركز على هذا الموضوع لأنه هذا رهان لحق الوقت باش نكسبوه. نحن عندنا قاعدة تاريخية مهمة من المتضامنين المغاربة معنا، واللي دفعوا ثمن كبير في التعبير عن التضامن مع الشعب الصحراوي. الشعب المغربي ما يقد حد يقول يكون عنه في عمومه شعب طيب، شعب نبيل، شعب شقيق، وما لازم على الإطلاق نقبضه بهذه الصورة الشوفينية القبيحة اللي قدم إعلام المخزن عن تصور الشعب المغربي أو تعامل الشعب المغربي مع الشعب الصحراوي. هذه الصورة مغلوطة على الإطلاق، والشعب المغربي في النهاية يبقى أكبر وأنبل، ولازم نعرفه كيفاش. وهذه يعني مهمة يعني تقع على عاتقنا كاملين، ولكن تقع على عاتق طلائع الانتفاضة على اعتبار من تواجدها يعني فرصة على التواصل مع فعاليات الشعب المغربي. لا بد نتوجه لهذا الشعب، توجهوا له من عقلية الواثق في عدالة قضيته، ولازم نستحضروا الأمثلة في التاريخ. يعني واحد من العناصر الفاعلة اللي ساعدت الثورة الجزائرية في الانتصار على الاستعمار الفرنسي، بالإضافة إلى تضحيات الشعب الجزائري يعني التي يعني الأرقام فقط يعني تتحدث عنها والوقائع تتحدث عنها، ولكن حركة التضامن داخل المجتمع الفرنسي مع نضال الشعب الجزائري لعبت دور مهم من أجل دفع فرنسا على أنها تسلم بالواقع الوطني الجزائري. النظام العنصري في جنوب إفريقيا، يعني نضال شعب جنوب إفريقيا، استفاد بشكل كبير من هذه جماهير البيض وهذه مثقفين البيض وهذه المنظمات اللي في البيض اللي عبرت عن تضامنها مع نضالات شعب جنوب إفريقيا وساهمت في تسريع عملية الانتصار. وحتى الآن حتى في فلسطين يعني واحدة من أكبر حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني موجودة داخل إسرائيل في نفسها. إذن هذا رهان لازم نكسبه، ويخصنا نعرفه بأنه المخزن النظام المغربي يختار لأنه تعترف ألمانيا بالجمهورية الصحراوية، والله تعترف بها اليابان، والله تعترف بها إيطاليا، يختار لأنه يخلق هذا الاعتراف وإعلى أنه تعلن فقط جمعية مغربية تضامنها مع الشعب الصحراوي، لأنه النظام المغربي يتمترس وراء إجماع مزيف. نحن عندنا مهمة إعلنا نكسره، وهذه مهمة حقيقة يعني جماهير وطلائع انتفاضة الاستقلال عندهم دور كبير فيها. الرجل الثانية يعني في هذا حصان يعني تحضير لهذه اللحظة القادمة هو هذا اللي يتعلق بضرورة إفشال المخططات العدائية المعادية اللي هادف علنها تضرب المشروع الوطني وتخترق الجسم الوطني، و
اخترقوا اساسا من اجل المس بالوحده الوطنيه، ولازم نذكره دائما على ان القبيله هي المصيده اللي تنكتل عندها الثوره، ولكن هي ايضا هي المصيده اللي ينكتل عندها الاطار، ويركز يعني المخططات المعاديه تركز ايضا على موضوع جبهه البوليساريو وعلى موضوع تمثيليه جبهه البوليساريو. وبالمناسبه يعني ننصح الجميع حقيقه بانه يقرا مقال يعني الاطار والدبلوماسي الصحراوي علي الكنتاوي اللي منشور مؤخرا عن جبهه البوليساريو، واللي قدم يعني يعطي حقيقه شنو هي القراءه المعنويه والقراءه السياسيه للبوليساريو كمثال يعني كمثل يعني كقيمه معنويه بالنسبه للصحراويين. في هذا الاطار يعني نبقي ننبه الى انه موضوع الاختراق الافتراضي في النت واحده من الوسائل الكبيره بيد المخزن الان من اجل الوصول لهذه الاهداف الاثنين اللي تتعلق بالوحده الوطنيه وتتعلق بجبهه تتعلق بتمثيليه وجبهه البوليساريو وتماسكها و يعني تسليم الصحراويين والعالم بها على اعتبار بأنها هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي. إذن هذه الرجل الثانية تتعلق بأن نعود يقظين ونعود متنبهين إلى أنه الاحتلال من نفشل في تقويض المقاومة الوطنية ومن نفشل في أنه يحقق مكاسب على الساحة ومن نحس بهذه سلسلة الانتصارات الكبيرة اللي حققت القضية الصحراوية خلال الفترة الماضية، يعني يحاول بأنه يعدل عملية التفاف من خلال التوجه إلى هذه المخططات المعادية اللي هادفة إلى ضرب الوحدة الوطنية وموضوع يعني الجبهة البوليساريو على اعتبار بأن هي طليعة الكفاح وهي الممثل الشرعي الوحيد. الرجل الثالثة بالنسبة لهذا يعني هذه مقاربة التحضير للحظة الفارقة الجاية هي هذه اللي تتعلق بضرورة تقوية المؤسسات الوطنية في مخيمات العزة والكرامة ومؤسسات الدولة الصحراوية وفي المناطق المحررة، يعني من أجل تعزيز الثقة فيها ومن أجل أيضا تنقيتها من كل الشوائب. يعني هذه تجربة إنسانية فيها يعني هامش الخطأ كبير، ونحن كحركة وكإطارات نحمي يعني نتحمل مسؤولية لأنه يعني عملية تنقية هذا المشروع من الشوائب تعود مسؤولية يومية. هذه الدولة الصحراوية ومؤسسات الدولة الصحراوية لازم تبقى دائما هي اللوحة الجميلة اللي تغري وتقنع الصحراويين بأنه الدولة الصحراوية المستقلة هي أفضل خيار بالنسبة لكل صحراوي يسوني الموجود، وربما هي الخيار الوحيد. يعني هذا هو الشكل اللي لازم نقدمه به هذه اللوحة اللي تتعلق بالدولة الصحراوية ومؤسسته، ولكن في نفس الوقت مولي تقنع العالم بأنه هذه الدولة بأنها قابلة للحياة بمعنى بأنها بيابلة، وهذا عكس اللي يبحث عنه الطرح المغربي الآن وتبحث عنه الآلة الدعائية المغربية من أجل تصوير الدولة الصحراوية بشكل معاكس تماماً، وبالتالي نحن يعني يعني نتحمل هذه المسؤولية. بل بالعكس، لأنه هذه الدولة الصحراوية أعلنها مسألة ضرورية من أجل ضمان أمن واستقرار وازدهار المنطقة. وهذه المناسبة موضوع إعمار الأراضي المحررة ما هو إلا مادية، لأنه الإعمار المادي شيء، ولكن إعمارها السياسي من خلال التواجد فيها، من خلال تواجد المتضامنين فيها، من خلال تواجد الوفود فيها، من خلال يعني جعلها عاملة بالحياة السياسية اللي تنطق بمعاني السيادة وتنطق بمعاني التطلع إلى الاستقلال. يعني هذا هو إعمار الأراضي المحررة. وبالمناسبة يعني الدولة الصحراوية يعني عدلت خاصة جيش التحرير الشعبي الصحراوي عدل مجهود يعني استثنائي هذا الموضوع اللي يتعلق بمحاربة الجريمة المنظمة اللي في أغلب جوانبها يقف وراها النظام المغربي. والدولة الصحراوية يعني تقدم إشارات جيدة للمجتمع الدولي بأنها شريك فاعل في ضمان أمن واستقرار المنطقة وتسلم به دول الجوار وفيه تعاون معها، وهذا قطعا بأنه يعزز هذا المجهود المتعلق بتعزيز الثقة في المؤسسات الوطنية وفي الدولة الصحراوية. يعني الرجل الرابعة وهي الأخيرة هي هذا اللي يتعلق بالعمل الدبلوماسي واللي شرح له أبو في حسننا في البداية،
وحقيقة يعني لابد من يعني بالرغم من المكاسب المحصلة خلال السنوات الأخيرة، ولكن يعني لابد من دفع من أجل إنجاز عمل نوعي، لأنه نحن عندنا خصائص مادي بالمقارنة مع الاحتلال. الاحتلال عنده إمكانيات مادية يعني هائلة جدا في شراء الذمم، في تنظيم الملتقيات، في يعني في التواجد في مختلف نقاط العالم إلى آخره. نحن عندنا هذا الخصائص المادي، ما نقدو يكون نعوضوه بعمل نوعي، وإلا يعني ما نقدو نربحوا هذه المعركة. طبعا بأنه البوليساريو عندها تقليد وعندها تاريخ مهم في هذا الاتجاه خلال السنوات الماضية، ولكن مطالبين حقيقة الآن بأن نعزوا هذا العمل النوعي. يعني على مستوى الأمم المتحدة فيما يتعلق بهذا العمل الدبلوماسي، تعرفوا الوضع شنو هو، يعني الجبهة واضحة في هذا الاتجاه، بأنه الآن يعني الكلمة المسيطرة في تعامل الجبهة هو الحزم في التعامل مع الأمم المتحدة. يعني خالقة يعني يعني قاموس التعامل مع الأمم المتحدة كلماته تبدلت من أكتوبر العام الماضي إلى يعني إلى 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 المؤتمر، وبالتالي هي يعني كلماته فيها يعني الحزم، وفيها مراجعة الانخراط في عملية التسوية، وفيها 7 نقاط حددها الأمين العام للجبهة في رسالته رئيس مجلس الأمن الدولي في يناير 2020، اللي هي مجموعة من النقاط اللي يجب على الأمم المتحدة بأنها يعني تنجزها من أجل استعادة ثقة الشعب الصحراوي. ويعني التطورات تعرفوها في الاتجاه، ويقدر عود مولي الأخ سيدي محمد عمار يعني في حلقة ماضية أعراض الياسمين. هذا اللي يتعلق بإفريقيا، دائما في موضوع الدبلوماسي يعني حقيقة تم تحصيل مجموعة من المكاسب الكبيرة وخلال السنوات الماضية، وآخرها هو على أنه أجبر الاحتلال عقب سنوات من الممانعة ومحاولة التأثير على عضوية الجمهورية الصحراوية من الخارج، أجبر على الانضمام والجلوس إلى جانب الجمهورية الصحراوية. وهذا الموضوع يعني مكسب رمزي مهم جدا، و يعني ربما يعني التاريخ مازال له يعني يحكم، ولكن قد يعود هذا الموضوع كان الخطوة الأولى في اتجاه الاعتراف بالوجود الصحراوي المستقل، لأنه قبل خوض خطوات مادية لابد من عملية تحضير سيكولوجية لهذا الموضوع. وتصور بأنه من يجلس الملك إلى جانب الرئيس، ملك المغرب إلى جانب الرئيس الصحراوي في نفس القاعة، هذه خطوة سيكولوجية مهمة تقدم إلى خطوات أهم من خلال التسليم بالوجود الصحراوي. وهذا المتعلق بموضوع الشراكات موضوع مهم حقيقة، لأنه كرس وجود الجمهورية الصحراوية على مستوى الدولي، وعزز يعني تعود العالم وتعود الشركاء الدوليين على التعامل معها وعلى التعايش معها. وآخر شيء يعني سجلوا بأن أفريقيا يعني 2020 و2019 تفطنت إلى عملية تحايل غير مسبوقة قام بها المغرب أثناء يعني رافق بها مسعى يعني انضمامه للاتحاد الإفريقي من خلال هذه المشاريع الاقتصادية الوهمية، واللي عقبت يعني جعلت بأنه السحر ينقلب على الساحر. تابعت مجموعة من المقالات الجرائد المغربية مؤخرا اللي تتكلم بأنه نيجيريا يعني توصلت لاستنتاج بأنه المغرب يعني تحايل عليها فيما يخص أنبوب الغاز. ولكن في النهاية في أفريقيا لابد أن من مواصلة الضغط على المغرب في هذه الساحة، إلين في النهاية يجبر راسه يعني مجبر على أنه يمتثل امتثال حقيقي للميثاق المؤسس الاتحاد الإفريقي. ما هو الامتثال الشكلي كيف عبرت عنه الجريدة الرسمية للحكومة المغربية اللي ظهر فيها اسم رئيس الجمهورية الصحراوي، ولكن يعني الالتزام الحقيقي بهذه من خلال الانسحاب من الجمهورية حدود الجمهورية الصحراوية المعترف بها دوليا، ومن خلال يعني الانخراط يعني فعلا في هذا المسار بشكل جدي، وبناء على حق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال، أو بأنه يجد نفسه بأنه وقد يعني تم وضعه في الزاوية الحادة من جديد، وبالتالي يتخذ قرار الانسحاب مجددا. فيما يتعلق بأوروبا يعني عندنا مجموعة من الأهداف ومجموعة من
من الساحات، ولكن أبرزها هذا المتعلق بمعركة الثروات، وتعودوا تابعتوها وعارفين ذا اللي خالق فيها، وعارفين بأنه الآن نحن جبهة البوليساريو أودع الطعول لدى محكمة العدل الأوروبية، وبأنه يعني ننتظر أول القرارات في نهاية العام والله بداية العام القادم، وعندنا جميع الأسباب باش نعودوا متفائلين. ولكن هذه معركة الثروات معركة بالغة الأهمية، لأنها يعني القضية الوطنية من ناحية ثلاث نواحي. أولاً هذا الجانب القانوني المتعلق بحق تأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، موضوع السيادة، بأن المغرب دولة احتلال، وبما أنه يعني الصحراء الغربية والمغرب بلدان يعني مختلفان ومتمايزان، وبأن البوليساريو هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي، يعني أهميتها في تعزيز هذه ترسانة المكاسب القانونية لدى الشعب الصحراوي، ولكن أيضا مهمة من أجل ضرب اقتصاد الاحتلال والتأثير على هذه العائدات المالية اللي تدخلوا من عملية الاستغلال يعني المحمومة للثروات الطبيعية الصحراوية، بما فيها حتى يعني هذا اللي يتعلق بمعبر القرقرات، وضرورة يعني النظر في كيفية يعني إيقاف ذاك الشريان اللي يعني يمد الاحتلال ب ب ب ب بعائدات مهمة، ويورط دول إفريقية أخرى في هذه عملية النهب. والنقطة الثالثة بما يتعلق بهذه معركة الثروات، أنها تعطينا فرصة من أجل خلق يعني إمكانية نزاع جيوسياسي فيما بين الاحتلال وما بين أوروبا، يعني اللي تعتبر أكبر حليف بالنسبة للمغرب، وأوروبا يعني مجموعة من الساحات مفتوحة فيها، تعلق بحركة التضامن، تعلق بحقوق الإنسان، تعلق بالإعلام والآخر. إذن باش ما نطول، يعني هذه الحركة اللي مطلوب علينا تخلق على هذه الأرجل الأربعة لازم تعود حركة حثيثة، بمعنى بأنها متسارعة ومكثفة، ولكن في نفس الوقت لازم تعود على نفس الوتيرة، أنا تعود سينكرونيتاغة كاملة. هذا بالنتيجة منين نشرعوا فيه كل من موقعه لابد بأنه يؤدي إلى تعميق عزلة الاحتلال، يؤدي إلى إضعاف، يؤدي إلى إنهاكه، ومنين نوصل اللحظة اللي يتكلم عنها يعني اللي نتكلم عنها واللي نتوقعها، وهي لحظة المواجهة القادمة، المواجهة العسكرية القادمة، لا ينعود إحنا في رواق أفضل بالتأكيد، لأنه في النهاية يعني التسويات يسوى كانت عسكرية والله سلمية، هي ترجمة عملية الموازين القوى بين الطرفين المتسارعين. وأنا شاك بأنه يعني تعزيز العمل في هذه النقاط الأربعة لاهي يعطينا عناصر القوة اللي تجعل الميزان في صالحنا لحظة يعني حدوث يعني المواجهة القادمة، وهذا اللي نقاله يعني التحذير السياسي للحرب. وشكرا، نتمنى أني ما نعود طولت عليكم، وإلى عاد اللي خالك حد عنده أسئلة والله استفسارات والله حتى إضافات وتعليقات، أهلا وسهلا بكم. مشكور الأخ أبي على هاي المداخلة اللي قطعا عنها كانت شرح مفصل لوحة تشكيلية تمثل القضية الصحراوية من جوانبها كاملة، وتفسر ألوانها وتفسر رموزها، ما يتعلق بالخارج وما يتعلق أيضا بالصحراويين من داخل مؤسسات الجمهورية العربية الصحراوي الديمقراطية إلى غير ذلك، إلى أن لب جوهر المداخلة كان هو ما يمكن الاصطلاح عليه بخريطة الأرجل الأربعة الصحق اللي قايسين الصحراويين، ودي هي اللي كانت مهمة بشكل كبير، خصوصا على أنه الاحتلال المغربي حاول ما أمكن يفصل بين هذا الأرجل الأربعة عن طريق استغلال يعني هذا الإعلام الأصفر، استغلال هاي الأجسام المضادة، محاولة تقسيم لأنه ضرب لأنه العمل الحقوقي والآليات الدولية إلى غير ذلك معركة غير مجدية، الأمم المتحدة نوع من الكذب، العمل الميداني داخل الأرض المحتلة لأنه نوع من إضاعة للوقت في ظل عدم يعني وجود عودة الكفاح المسلح. إذن هذا كامل ما يمكن نتكلموا على النضال وعلى الهجوم، ما نقدر نتكلموا عن إيد واحدة صحق ما تصفق، وعلى أنه حمل جماعة ريش، وياك ياك ياك نرب كل عدو، وياك يفشل اللي عنده من يلا علنه كلها من موقعه، يحاول ما أمكن علنه يعدل القليل أو الكثير لغير الأساس، علنه يعود العمل نوعي والعمل متجانس وقايس نوع من التعاطي مع الاحتلال المغربي في كافة الأصعدة.
شاكرينك الاخ ربي على هاي المداخله هون. زين عندي الان نتطرق الجانب الثاني من الشق الثاني من مداخلتك الاخير منه. نعرف انه المعركه القانونيه خصوصا ما يتعلق بالثروات الطبيعيه قبلت منحة ثانية في هذه السنوات الاخيره وخلق عليها نقاش كبير دولي اعلامي وحتى جهوي ومحلي. هون لهي نستشهد خلال تكلمك عن انه عدم توازي يعني تكافؤ القوى. الفاينانشال تايمز قد كتبت تكلمت تقرير مفصل ولا مقال مفصل حول تحدث عن انه موازين عدم تكافؤ القوى بين في قاموس الحرب العسكريه بين جبهه بوليساريو والمغرب حكم على انه الاحتلال المغربي بحكم استغلاله للثروات الطبيعيه والى غير ذلك. يعني اللوبيات اللي عنده استطاع ما امكن اعلنوا قدر الامكان شراء الذمم يعني واللعب الغير المشروع في الدبلوماسيه الصحراويه. لانها اكدت نهايه المقال لانه تبقى جبهه بوليساريو لديها السلاح القوي وهي تمثيليه الشعب الصحراوي. هون ايضا له نضيف هم اللي عليه مكتب الاستشارات القانونيه بهولندا سيستناليز اللي قال كان واضح في تقرير مارجو قال باختصار انه استخدام معادن الصحراء الغربيه هو استخدام معادن نزاع. هذه هم اللي جانب من ذاك اضافه للمحامي واللي هو واحد من 9 محامين اللي قدموا استشارات راي قانوني للمحكمه طالب اللي هو المحامي ميل شرور طالب بالغاء هذه الاتفاقيه. مع ذلك كامل الاخ ابي في انتظار لانه خالد صدور قرار ثاني جديد من ناحيه من جهه المحكمه بخصوص اتفاقيه الصيد والتجاره الى غيره. برايكم ماذا تتوقعون من هذا القرار من هذا الحكم اقصد ورؤيتكم لما بعد صدور القرار؟ لا هو بالتاكيد على انه يعني كيف تعرفوا محكمة العدل الأوروبية منين صدرت يعني قرارات يسود منه اللي 2016 يسوى 2018 يعني كان الموضوع واضح جدا من حيث بأنه يعني بالإضافة إلى التأكيد على الوضع القانوني للإقليم في علاقته بمسألة الاحتلال العسكري المغربي وموضوع جبهة البوليساريو إلى آخره. ولكن كلمة السر كانت فيه بأنه ثروات الصحراء الغربية يعني على اعتبار بأنه إقليم يعني محتل بأنه إقليم مختلف ومتميز عن المغرب ثروات هذا الإقليم لا يمكن استغلالها إلا عن طريق استشارة الشعب الصحراوي. واستشارة الشعب الصحراوي بطبيعة الحال يعني معروف بأنها لا يمكن أن تكون إلا عن طريق ممثله الشرعي والوحيد اللي هو جبهة البوليساريو. المفوضية مفوضية الاتحاد الأوروبي يعني عدلت عملية تحايل على 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 نص القرار وتصور بأنه يعني عملية تطبيقه أولا يعني عدلت عملية التأويل بأنه المسألة تتم على أساس التأكد من استفادة السكان. ولكن المحكمة ما تكلمت عن استفادة السكان، المحكمة تكلمت عن موافقة السكان، موافقة السكان الشعب، موافقة شعب الصحراء الغربية على 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 هذا موضوع الثروات. المفوضية تقول استفادة السكان او يعني مصطلح اخر يعني بوبولاسيون اللي ما هي ما عندها نفس الوزن القانوني كمسألة الشعب. وهذا الجانب الأول. والجانب الثاني من أجل تطبيق هذا المشروع بدلا من كيفاش كانت تنطلق في البداية على أنه الاتفاق ينطبق على الصحراء الغربية يعني بحكم الأمر الواقع، الآن تحاول على أنها تعطيه صيغة قانونية من خلال توسيع دائرة تطبيق، توسيع مجال تطبيق الاتفاقيات ليشمل الصحراء الغربية. وبالتالي اولا هذا بطبيعه الحال يعني غير قانوني ويتناقض بشكل مباشر مع قرارات محكمه العدل الاوروبيه. ولكن المساله الثانيه يعني هون وقع المغرب في يعني كيف موضوع الاتحاد الافريقي ايضا يعني وقع في موضوع الاتحاد الاوروبي موضوع محكمه العدل الاوروبيه في تناقض جوهري، لانه
يوقع على اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، يسوى ذيك اللي في يناير ولا ذيك اللي في مارس 2019، يعني تمديد نطاق يعني تطبيق الاتفاقية إلى إقليم الصحراء الغربية، وهو ما يثبت يعني بشكل صريح بأنه يعني إقرار المغرب بأنه الصحراء الغربية لا تشكل جزء من يعني المغرب كما يدعي، وفي وثيقة رسمية موقعة عليها. يعني الطعن الآن يوجه ضد هذه عملية توسيع نطاق التطبيق، وموجود في مرحلة متقدمة خاصة اللي يتعلق منه باتفاق يعني التبادل فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية والمنتجات اللي أصلها يعني السمك، موجود في مرحلة متقدمة. ويعني نحن ثقتنا كبيرة بأنه يعني بناء على الملف المتماسك والقوي اللي قدمته الجبهة، ولكن أيضا بناء على القرارات اللي موجودة يسوى منها سنة 2015، يسوى سنة 2016، يسوى 2018، المحكمة العدل الأوروبية يعني لا يمكن أن تتناقض مع نفسها في الحكم في هذا الموضوع. وبالتالي بأنه يعني نتوقع يعني قرار يعني يلغي الاتفاقيات، وبالتأكيد يعني هذا القرار يعني منين يخلق اللي يعود عنده يعني ما بعده، ما هو فقط من الناحية الاقتصادية ولكن أيضا من الناحية السياسية ومن الناحية الدبلوماسية فيما يخص علاقة المغرب بأوروبا، خاصة بأن أوروبا يعني يعتمد عليها المغرب يعني في ياسر من القضايا اللي تتعلق بالاقتصاد، ولكن أيضا يعتمد على دولتين على الأقل أو ثلاثة من أجل يعني مواصلة دعمه في هذا اللي يتعلق بمواصلة احتلال لا شرعي للصحراء الغربية. الأكيد الأخ فعلا ما يتعلق باتفاقية مشبوهة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، كانت محاولات كثيرة من أجل الالتفاف حولها على هاي الاتفاقية، منها استعمال ما مصطلح تغيير مصطلح ساكنه، تغيير بمحاوله التفاف حول مصطلح حقيقي اللي هو السكان الاصليين اللي هو الشعب الصحراوي. اذا نتكلم عن الساكنه نتكلم عن حتى المستوطنين المغاربه الى غير ذلك، وكان ذا بارز في التقرير اللي قدمته المفوضيه، واللي تم مباشره عاد ذاك استقاله مسؤوله على التقرير اللي هي الفرنسيه اللي اثبت تورطها مع لوبيات مغربيه. هذا يدل على انه إلى حد الآن الاحتلال المغربي ما نجح في المعركة القانونية بقدر ما كان عامل مساعد له نوعا ما، هو للأسف هذه الرؤية الدولية الاقتصادية والمصلحة السياسية بين قوسين. وهون نعرف عن هذه الاتفاقية باريس ومدريد لعبوا دور كبير في تمرير هذه الاتفاقية والالتفاف حولها. في هذا الإطار عندنا سؤال من يتعلق بالأمم المتحدة من بعض المشاهدين في إطار تحضير سياسي، كيف تفضلتم أستاذ أبوي، كيف ترون تطبيق هذه اللغة من طرف جبهة بوليساريو اللغة مؤخرا في ظل عدم نوعا ما تجاوب الأمم المتحدة؟ انا كيف قلت في يعني مستهل المداخله بانه فيما يتعلق ب يعني لحظه المواجهه القادمه، يعني التطورات التاريخيه يعني التطورات القادمه هي اللي تجيب عنها، ولكن يعني القرار السياسي قبض المؤتمر واكدت عليه القياده السياسيه وأكد عليه الأمين العام في الرسائل الماضية، مراسلات الماضية مع الأمين العام المتحد، ولكن أيضا مع رئيس مجلس الأمن الدولي. وتصور بأنه يعني هناك خطوات عملية يعني على الأرض من أجل تجسيد هذا القرار السياسي اللي ينقال له مراجعة التعاطي والتعامل مع الأمم المتحدة. ولكن فيما يخص يعني إذا كان السؤال حول موضوع الحرب، اتصور بانه يعني في المداخله يعني تعرضت له بما يكفي. مشكور الاخ ابي بشراي على هذا المداخله. قطعا في هذا الاطار نعرف انه اذا ياك نعود واضحين في ذي النقطه ما يتعلق بالحرب
مع الاحتلال المغربي على كافه الاصعده، ما نقبوها فقط من جانب عسكري فقط، قدر ما نقبوها من جانب حقوقي ومن جانب دبلوماسي وحتى فيما يتعلق بالجانب القانوني فيما يتعلق بقضيه الثروات الطبيعيه الى غير ذلك. الاخ خبيب شراي، بالنسبه لك كدبلوماس صحراوي ملم بهذا الجانب الدبلوماسي، المناضلين في الارض المحتله زين عندنا تعطيهم رساله دورهم في هذه المعركه؟ قطعا انا تكلمت عنه في المداخله كرساله جماهير شعبنا في الارض المحتله حول هذه الظرفيه اللي نعيشوها حاليا ودور كل صحراوي صحراوي من الموقع. انا اللي نقول لا لانه يعني اهل مكه ادرى بشعابها بالتاكيد، ونقول على انه بالنسبه للانتفاضه وبالنسبه لجماهيرنا في الارض المحتله هناك تراكم تاريخي يعني متميز جدا يسوى يعني حتى سابق وقف اطلاق النار فيما يتعلق بالنضال اليومي، فيما يتعلق بالاثمان الباهظه الكبيره اللي دفعتها جماهيرنا تحت الاحتلال في المعتقلات وفي التعذيب، وبانه حتى منذ انطلاق انتفاضه الاستقلال هناك تراكم ايضا تاريخي كبير على مستوى التنظيمي، على مستوى التجربه، على مستوى الاعلامي، على مستوى السياسي، على مستوى الخطاب. وعلى انه يعني بدون ما ندخل في التفاصيل ناكد على انه يعني هذه الرجل المتعلقه بالانتفاضه والمتعلقه بنضال الجماهير في الـ في الـ في الـ يعني جماهير الانتفاضه اعلنها على انه موضوع بالغ الاهميه، الى ما عاد نقول على انه محدد فعلا من اجل على انه الاحتلال يعني يتم التاثير على قوته في المقاومه، يتم اضعافه، يتم يعني ايصاله الى مرحله الهشاشه اللي منين نلحقه اللحظة الفارقة القادمة يعود حقيقة يعني قدرته على المقاومة غير 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 موجودة على الإطلاق. والحسن الثاني قال بأنه احتل التراب غير ما قد يقبض قلوب الصحراويين. جماهيرنا في الأرض المحتلة يعني أعطت الانطباع للاحتلال بأنه ما قد يقبض قلوبها وجماهير الصحراوية عموما، يعني يسوى في المناطق المحتلة ويسوى في مناطق جنوب واد نون، أعطت للاحتلال وأعطت النظام المغربي الانطباع النهائي بأنه ما قد يستحوذ على قلوبها، ويعني أعطت له خلال السنوات الماضية الانطباع أيضا بأنه حتى الأرض ما هو يعني ذا المحتل منها حتى ماديا السيطرة عليها يعني أصبحت عنده صعوبة كبيرة. المطلوب الآن هو رفع وتيرة بالتأكيد لا يعني لا الاحتلال لا لا للعالم، العالم والاحتلال متأكدين بأن الصحراويين، منقول الصحراويين تقريبا بدون استثناء يعني قلبهم مع الصحراء الغربية مستقلة ومعتزين بانتمائهم للشعب الصحراوي، ولكن هذا الشعور عاقب منين يعني نعطى الانطباع به وسلم به الاحتلال لازم يعني يتم عكسه بشكل أكثر، بالرغم بطبيعة الحال ما ندخل تفاصيله، ولكن بالرغم من معرفتنا بالمحاذير الأمنية ومستوى انتشار الآلة القمعية يعني الكبير جدا، ولكن مطلوب بأنه ينعكس في الشارع بشكل مرئي بشكل يومي، وهو هو معكوس بالتأكيد، ولكن يعني بدرجة أكبر، لأنه هذا حقيقة يعني يغذي نضال الشعب الصحراوي في مختلف جوانبه، لهذا الجانب الحقوقي، ولكن أيضا هذا الجانب الدبلوماسي، ويعني يعمق تضامن المجتمع الدولي، لأنه هذا الـ نحن في أوروبا الآن هذا موضوع الوفود اللي يتم طردها من المدن المحتلة تشكل مبرر كبير جدا لحملات دبلوماسية في تعزيز التضامن مع الشعب الصحراوي. ولكن يعني نقول يعني ماني باغي ندخل في التفاصيل، نقول على انه
جماهير الانتفاضة يعني منذ سنة 2005 وبذاك النضال يعني المستمر وذاك النضال اللي وصل يعني لحظات يعني صعد المنعطف بشكل كبير واللي يعني منين تعود إدارة كيف الولايات المتحدة الأمريكية زمن أوباما سنة 2013 توصل إلى داخل مجلس الأمن الدولي إلى أنها تقدم في المسودة يعني قرار توسيع صلاحيات المينورسو من أجل أنها تشمل مراقبة حقوق الإنسان، وهي واعية تمام الوعي بشن هي المخاطر في الجوهر اللي يترتب على هذا القرار على الاحتلال كواقع في الصحراء الغربية، ومع ذلك تطرح هذا الموضوع في المسودة. هذا كان نتيجة لهذه كوتيرة النضال اللي تمت متواصلة إلين ارتفع منحناءها إلين قاد يعني إلين نسمع صداه في البيت الأبيض. شك عنه يعني حشد جميع المبادرات وحشد ديك الروح وحشد خطوات في هذا الاتجاه كافية بأنها يعني تعزز الزخم النضالي في هذه النقاط الأربعة اللي تكلمنا عنها. مشكور الأخ أبو على هذه الإجابة المستفيضة حقا اللي كانت شافية ووافية، وقطعا لأنه الاحتلال المغربي في السنوات الأخيرة تحول من بروباغاندا اللي عنده يعلنه لديه منطقة مسيطر عليها ويصدر ثرواتها كيف يبغى تحول إلى موقف السارق. هذا دليل على هذا الحراك في الأرض المحتلة ودليل على المعركة الدبلوماسية الناجحة وحق مستوى لأنه القوارب كلها اللي تصل يعني مياه الصحراء الغربية يعني تقوم بإلغاء موقع هذا جهاز الجي بي اس والتهريب يعني أصبح بصفة مهرب ثروات الصحراء الغربية، وهذا كان واضح. النقطة الثانية فيما يتعلق بحصاره العسكري على المنطقة، حاليا نتكلم من سنة 2014 من ديسمبر 2014 إلى الآن 275 أجنبي تم ترحيله من داخل الأرض المحتلة. هذا يدل على أنه الاحتلال المغربي حول ما أمكن يعني إعطاء صورة مغايرة حول الواقع من داخل الأرض المحتلة، وأيضا تكتم على جرائم اللي يخوضها واللي يستهدف بها المناضلين والمواطنين الصحراويين. الظل يعني ما يتعلق ببعض الأسئلة، سؤال حول يعني إلى أي مدى يمكن أن يلعب، كان الحديث السنوات هذه على مطالبة بعض برلمانات في الدول الأوروبية بالاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية، إلى أي مدى يمكن يعني أن يغير في الموازنة؟ هو فيما يخص موضوع الاعتراف بالجمهورية الصحراوية كان مطروح يعني ما هو فقط على مستوى أوروبا، ولكن السؤال فيما يخص أوروبا يعني نعرف من بين الحالات الأخيرة كان مطروح الموضوع بطبيعة الحال في مرحلة من المراحل على مستوى إيطاليا، ولكنه نطرح بشكل كبير على مستوى السويد و يعني انقطعت فيه مراحل يعني كبيرة حقيقة. يعني الشعب السويدي ممثل يعني ممثلينه في البرلمان اتخذ قرار سنة 2012 بطلب من الحكومة السويدية الاعتراف بالجمهورية الصحراوية، ولكن يعني كيف تعرفوا السياسة فيما بعد يعني دفعت بالأمور إلى أنه يتم يعني تأجيل هذا القرار، ولكننا نصور بأنه يعني هو حتمية. نصور بأنه جنوب إفريقيا، وما أدراك ما جنوب إفريقيا، منذ سنة 1994 من استقلالها يعني اعترفت 2004، تقريبا 10 سنوات عقب استقلال جنوب افريقيا، ويعني معروف شنو هي العلاقات التاريخيه مع جنوب افريقيا، ولكن الحتميه التاريخيه كانت تقول بانه جنوب افريقيا سوف تعترف بالجمهوريه الصحراويه، وهذا هو اللي خلق رغم يعني نذكروا الضغوط السياسيه اللي مارست على جنوب افريقيا من طرف مجموعه من يعني تم التعبير عنها رسميا من طرف رئيس جنوب افريقيا الراحل مانديلا، ولكن مع ذلك الحتمية التاريخية كانت تقضي بأنه يتم الاعتراف بالجمهورية الصحراوية. وهذا تقريبا يعني هذا الموضوع مطروح في السويد وغير السويد، وهذا هو علاه نقول بأنه مطلوب عمل دبلوماسي نوعي، مطلوب رفع وتيرة العمل الدبلوماسي من أجل أنه، لأنه قلت في البداية لأنه إلى بقينا يعني نقبل الصورة يعني المجازية، لأنه هذا هو حصان يعني مقاومة هذا الظرف هذا المنعطف بأرجل أربعة. قلت لأنه من يعود واحدة من الأرجل
متعطلة، يعني السير اللي هي تعطل ما يعود بالسرعة المطلوبة، ومنين توقفوا ثنتين الحركة اللي تتوقف. وهذا هو على حقيقة العمل الدبلوماسي في هذا الجانب مهم جدا. السويد بالنسبة للجبهة وبالنسبة للشعب الصحراوي اعترافها كيف اعتراف جنوب أفريقيا مسألة وقت، هذا هو يعني الحتمية التاريخية بالنسبة للسويد وغير 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 السويد يعني. وعندنا حقيقة يعني مكاسب وأرضية مهمة في هذا البلد وفي غير هذا البلد، من أجل الاعتقاد بأنه ذاك الرهان سوف يتم ربحه يعني في أوروبا وخارج أوروبا. مشكور الأخ أبو على هذه المحاضرة القيمة، قطعا عنها لا هي تبقى مسجلة في موقع الرابط وعلى اليوتيوب، قطعا عنها لا هي تبقى مرجعية للمناضلين اللي ما حضروا، الصحراويين كامل اللي حاولوا يستفادوا قدر الإمكان، فيها معلومات قيمة قطعا عن كان فيها إضافات جديدة بالنسبة لجماهير شعبنا في الأرض المحتلة ومخيمات العز والكرامة. شاكرينك حتى أخ أبي بشراية، جزيل الشكر على هذا. وقطعا عنه كان شعار هذه الحلقة هو العمل النوعي، هون نستشهدوا بمقولة شهيد الولي رحمة الله عليه هو باقي الشهداء، لأنه إذا كانوا المقاربة يوزنوا بالفضة إحنا من يلا نوزنوا بالذهب، وإذا كان هم أكثر منا ب 17 خاص كل مناضل منا يعود يساوي 17 جندي مغربي. إذا العمل النوعي هو المطلوب في الأرض المحتلة في مخيمات العز والكرامة في الدبلوماسية الصحراوية، قطعاً عنه كان هذا هو الشعار. وأيضاً العمل المتكامل والعمل الجماعي، وعلى أنه الشيء يصب في شيء قطعاً عنه من أجل وصول الهدف المنشود هو الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية حرة مستقلة على كامل سيادتها على كامل ترابها الوطني. إذا في ختام هذه الحلقة وهذه الأمسية اللي كانت رائعة حقيقة، وكان ظاهر من حضور عديد وعديد من المناضلين ومناضلات الأرض المحتلة بالخصوص مخيمات، وأيضا الجالية مولي قطعا تفاعلهم بالعديد من الأسئلة، إلى أن ضيق الوقت ما سمحنا لنا نطرق لكافة الأسئلة غير قطعا عنه للحديث بقية بإذن الله. الأخ أبي بشراية في الأخير دور منك كلمة ختامية في هذه الحلقة أو رسالة. شكرا جزيلا. يعني الكلمة الختامية يعني كلمة واحدة، أنه يعني نحن ما عندنا خيار آخر مهو المقاومة، و يعني إغراء المقاومة يتعزز من نعود الراعوا في هذه المكاسب، والاستقلال هو الخيار الوحيد اللي يقدر الصحراويين ويقد الإنسان الصحراوي والعنصر الصحراوي يشعر فيه بكرامته. الصحراويين جربوا العيش تحت الاحتلال، جربوا العيش في اللجوء، جربوا العيش في الهجرة، ويعرفوا بأنه ما خالق على الإطلاق شيء قد يعوض الاستقلال ويعوض الحرية ويعوض يعني لحظة من استنشاق هواء الصحراء الغربية، وهي يعني مستقلة. ونعود حقيقة يعني شرفنا هاي التضحيات اللي عدلوا شهدائنا، وشرفنا هاي التضحيات اللي عدل شعبنا، ويعني نذمن أيضا يعني بياسر من الافتخار يعني هذه المكاسب الكبيرة اللي حصلنا عليها خلال هذه السنوات، ونذمن بشكل كبير جدا يعني حركة التحرير الوطنية اللي هي جبهة البوليساريو اللي قادت يعني الكفاح الوطني خلال هذه السنوات كاملة. ونعرف بأنه هذه المكاسب اللي حصلت وهذا الصمود اللي حصل يعني راه ما كان على الإطلاق بالسهولة اللي يصور الجميع. يعني جبهة البوليساريو راهي في يعني مرحلة من المراحل كانت موجودة في تقاطع مخططات معادية، يعني فيها القوى الدولية العظمى وفيها الفاعلين الإقليميين اللي يعني مرتبطين بجهات أجنبية وعندهم إمكانيات مادية ومصادر تمويل يعني خارقة للعادة، ومع ذلك جبهة البوليساريو بقات صامدة إلى الآن. نهار المعسكر السوفيتي، نهار المعسكر الاشتراكي، وشتت يعني المعسكر الاتحاد السوفيتي على مجموعة من الدول، وتبدل السطرنج يعني الجيوسياسية في العالم كامل، ومع ذلك جبهة البوليساريو بقات قائمة.
غالبية حركات التحرر في مرحلة من المراحل بسبب يعني عدم قدرتها على السيطرة على يعني ديناميكيات التغيير والتحول، وربما أنا على مستوى مجموعة من الأفراد القيادية ولا آخره ما قدرت سيطر على وحدته وانسجامها. ولكن نحن الآن عقب 47 سنة من وجود جبهة البوليساريو، جبهة البوليساريو ما زالت موحدة، يعني ما زالت يعني هي حركة التحرير الوطنية الجامعة لكل الصحراويين إلى الآن. إذن بالإضافة إلى مجموعة المكاسب الأخرى اللي ماني محتاج نفصل فيها، ولكن يعني المنعطف الآن اللي تمر به القضية منعطف حساس، يعني مرحلة انتقالية ما بين مسار قوتنا فيها أكثر من 30 سنة تجاه يعني تحول آخر إلى حد الساعة عناصره كاملة غير مكتملة، ولكن العنصر الفاعل فيها سنة 2020 و2021 كيف كان سنة 1975 و1976 هو الشعب الصحراوي، وهو الشعب الصحراوي اللي يعني موحد من أجل هذا الهدف اللي هو هدف الاستقلال الوطني والحرية والكرامة. الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ليست هي فقط الخيار الأفضل، وإنما هي الخيار الوحيد للصحراويين عبر تواجداتهم سواء على الأرض المحتلة، مخيمات العز والكرامة والجاليات، قطعا عن الجبهة الشعبية تحت الساقية الحمراء وادي ذهب كما قال يعني يعود الأمانة الوطنية والأخ علي الكنتاوي، أعلنها هي روح الصحراويين، هي روح الشعب الصحراوي، ولا يمكن اجتثاث الروح من الجسد أبدا. قطعا عنه تبقى الجبهة الشعبية تحت الساقية الحمراء وادي ذهب هي الإطار الجامع للصحراويين. مشكور باسم رابطة حماية السجناء وباسم مناضلي الأرض المحتلة، نقدم شكر خاص للأخ السفير الصحراوي المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي بشرايا، شاكرينك على هذه المحاضرة القيمة، شاكرينك على هذا الحضور وتنوير هذا الرأي العام، الرأي الوطني الصحراوي. نتمنى وعلنا نستضيفوك في مقابلات أخرى اللي قطعا عنها مفيدة وتكسر الحصار المفروض على المنطقة وتحارب مولي حتى لاستهداف الإعلام اللي حاول تغيير وزرع مجموعة من الأفكار وأجسام ما اصطلحت عليه بأجسام مضادة تستهدف العنصر الصحراوي أينما كان. سابق لنا وفاء من هذه الحلقة ما نقدر يكون نختموها أيضا بنشيد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، نشيد النار والحديد، قطعا عنه نشيد يعني الكثير للصحراويين، نشيد يعني الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب. Yeah.
المجد والخلود للشهداء والهزيمة والعار للأعداء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشكورين الإخوة والأخوات.